وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مضاعفة عدد الجامعات في مصر خلال 10 سنوات كدليل على حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي. وأضاف مدبولي أن الدولة تشجع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة بالشراكة مع مؤسسات عالمية بهدف تحويل مصر لمركز تعليمي إقليمي. إحنا يمكن في 2014 كان عدد الجامعات كلها اللي موجودة في مصر 50 أو 50 جامعة، 51 52 جامعة. احنا النهاردة تقريبا 100 جامعة. في خلال 10 سنوات اضفنا تقريبا نفس العدد اللي كان موجود منذ بداية انشاء الجامعات في مصر، وده دليل على مدى حرص الدولة المصرية على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي. وكانت رؤيتنا إن طبعاً بخلاف الجامعات الحكومية اللي ليها بعد مهم جداً، إن يكون عندنا تشجيع للجامعات الأهلية، ودي أنشأنا فيها عدد كبير جداً من الجامعات الأهلية بقت موجودة، الجامعات التكنولوجية، وأتذكر ودي برضو بالشراكة مع القطاع الخاص، وكنت سعيد جداً وأنا موجود في افتتاح جامعة السويدي منذ فترة ليست بالبعيدة. وبعد كده كان تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة وإنها تكون بالشراكة مع مؤسسات عالمية دولية مرموقة، زي المثل اللي احنا شايفينه النهاردة في جامعة بادية، واللي هي بتدخل في شراكة مع جامعة تكساس الطبية.